تحية طيبة مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقاش مفتوح. وفي هذا العدد نتطرق إلى الحدث الانتخابي تشريعيات 4 مايو. نتطرق بالنقاش والتحليل إلى عملية استكمال ضبط القوائم الانتخابية على المستويين الإدارة والمحاكم الإدارية، وهذا بحضور الأساتذة الكرام بجمعة صويلة أستاذ القانون العام وبرلماني سابق. مرحبا بك. الله يسلمك أستاذ، شكرا. الأستاذ رشيد لوراري أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، مرحبا بك أستاذ. الأستاذ محمد فادن أستاذ القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. أحمد تخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، مرحبا بك. شكرا. البداية أساتذتي الكرام، النقاش الآن حول ضبط قوائم الانتخابية على المستوى الإدارة وعلى المستوى المحاكم الإدارية، ولكن هناك الكثير من الحديث أن بعض الأحزاب تذكر وتشتكي من سقوط بعض القوائم وبعض الأسماء، وهنا يطرح التساؤل أين حرية الترشح في القانون العضوي للانتخابات. فهناك بعض الأحزاب من تتحدث سيبو جمعة صويلح عن مخالفة مرورية أدرجت لإسقاط قائمة أو مترشح، كيف نرد على هذه الشكاوى؟ شكرا أخي الفاضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سمحت أنا في بداية الكلام حتى ما ندخلش في صلب الموضوع مباشرة بالنقاط التقنية أو القانونية، يمكن أن ننوه بأن التحول اللي حاصل في بلدنا لا غبار عليه ولا جدال فيه، لكن أساليب العمل وطرق العمل هي اللي ممكن أن نتكلم فيها. هذا اللي يخلينا إذا كان نطرح موضوع الاستحقاق اللي هو يعتبر الآن حجر الرحى في حياة المجتمع وحياة المواطن. المواطن الآن يصبو إلى 4 ماي إن شاء الله على أساس أن يكون الاستحقاق في وقته وتبنى المؤسسات واللبنات ويكون الرأي والرأي الآخر يتقابل في إطار نوع من العمل اللي يؤدي إلى أننا نحاول النقص من الاختلالات ولا من النقائص، سواء في الإدارة ولا في القضاء ولا في الأحزاب ذاتها. الآن في تجربة، هذه تجربة حزبية جديدة تضاف إلى الحياة التعددية. نعم، هذا كتقديم عام، لكن الآن استكملنا ضبط القوائم الانتخابية، كيف ما هي العناصر التي تضبط عدم إسقاط قائمة ما أو اسم ما في إسقاط القوائم؟ نادرا ما تحصل، إذن ليس هذا هو الشكل أو هذا هو الإشكال. تسقط قائمة فالمواد القانونية والمشرع رتبها بحيث أنه يمكن تتدارك ونصوب الوضع. فالعلاقة بين الإدارة والأحزاب ولا الأحرار ولا المترشحين فهي علاقة نقدر نقول تكاملية، بحيث أن في هذا الخلل إذا كان ما هو جوهري وما يمش بعمق المسألة يمكن أن يستدرك ويصوب بصورة تلقائية أو بصورة آنية. إذا كان تجاوز الفترات والآجال المحددة قانونا ففي هذه الحالة أمنح له المشرع حق اللجوء إلى القضاء في ظروف محددة معينة. وبالتالي لما نرجع للآلية التشريعية لقانون العضوي للانتخابات منظم هذا الجانب. الجانب الأساسي في المسألة ليس في قائمة تسقط أو في قائمتين ولا في مترشح قوائم ما يمضيهاش ولا يكون هناك تدليس ولا غبن يسرع. الإشكال والأساس هو في مدى تعامل الأحزاب ومدى تعامل المجتمع المدني مع العملية ذاتها اللي المواطن يراقبها ويتبعها ويصر عليها. هذا الشأن اللي خلينا في نقاش مفتوح نتكلم عن ليس الشخص الواحد أو القضية الواحدة، نتكلم عن الوضع العام، العملية في حد ذاتها الانتخابية للهدف الأساسي اللي نتمناه، وهو أننا نعمل على إنجاحها بصورة كاملة وبصورة داخلية شفافة وأيضا بمراقبين دوليين. هذا اللي يخلينا نركز على عنصر أساسي في ملاحظين مدى ملاحظين نعم، وفي مدى تأثير الأحزاب بالأفعال ديالهم في العملية الانتخابية ذاتها. وأنا أقصد يعني ما أقصد في مدى تأثير الأحزاب من حيث إعداد القوائم، من حيث تركيبة القوائم، ومن حيث الشروط الصحة وشروط عدم الصحة في القوائم ذاتها. نعم، هو تحليل عام، لكن السيد لوراري أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر،
بشكل العام من يتحمل مسؤولية مثل ما هكذا مسؤولية؟ هل تسقط المسؤولية مثلا على الأحزاب في حد ذاتها بجهلها للقانون؟ أنا أظن الطرفين، حتى أكون عادلا طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الأحزاب تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية والإدارة أيضا. علاش نقول الأحزاب؟ لأنه المفروض الأحزاب مطلعة على القانون، وإحنا عندنا قاعدة لا يعذر بجهل القانون، والأحزاب السياسية المفروض عندها ناس قانونيين كذا، وعملية كما هذه يتم التحضير لها مسبقا، والقوائم يجب أن تكون مدروسة، والملفات يجب أن تكون مضبوطة وتحتوي على الوثائق المطلوبة قانونيا إلى غير ذلك. وبالتالي دعني أقول لك بأن الأحزاب السياسية المفروض في هذا المجال غير مسموح لها ارتكاب أي خطأ، حتى لا يكون هذا الخطأ حجة في يد الإدارة. لكن بالمقابل أيضا أقول بأن الإدارة أيضا للإدارة جانب أيضا كبير من المسؤولية. لماذا؟ لأنه إذا كان قانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10 واضح فيما يتعلق بدور الإدارة، وأن الإدارة محدد عندها أجل معينة اللي هي 10 أيام طبق المادة 98 من تاريخ إيداع الملف، في حالة ما إذا رفضت مجموعة من الأشخاص أو شخص واحد أو قائمة كاملة، نحن هنا لا نميز بين القوائم الحرة والقوائم التي تقدم باسم الأحزاب، فإن رفضها يجب أن يكون بقرار معلل قانونا. والمشرع لما اشترط في القرار الصادر سواء من الوالي أو من الممثلية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالنسبة لعملية الرفض بأن يكون هذا الرفض بموجب قرار معلل قانونا، حتى طبعا يمكن القاضي في مرحلة موالية من مراقبة مدى مطابقة هذا القرار لنصوص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. لكن الملاحظ في هذا المجال أن يعني من ناحية التطبيقية والعملية، وحتى لا أكون مبالغا، أننا سجلنا بعض التجاوزات، لأنه لما نرجع للمادة من قبل الإدارة في رفضها إما لبعض المترشحين أحيانا أو لإسقاطها لبعض القوائم، بالرغم من أنه المادة 92 من القانون العضوي اللي هو الفاصل في مثل هذه العملية واضحة فيما يتعلق بالشروط طبعا الواجب توفرها طبعا إلى جانب الشروط العامة اللي هي موجودة في القانون العضوي. ولذلك لاحظنا إسقاط بعض التوقيعات بسبب المبرر الذي يقدم منح أصحاب هذه التوقيعات توقيعهم لأكثر لقائمتين أو أكثر. وفي هذا المجال طبعا بالرغم من أن القانون واضح، ولكن الإدارة دعني أقول لك لم تبذل مجهودا في هذا المجال. كيف؟ لماذا؟ كيف أستاذ؟ نوضح في الكثير من الأحيان بعض القوائم ما يتم تقديمها في الساعات الأخيرة أو في اليوم أو اليومين الأخيرين، بسبب خاصة بالنسبة نتكلم هنا على القوائم التي يشترط المشرع أن تقوم بجمع عدد معينين من التوقيعات. ونظن فاتوا في البلاطو هنا كثير من الممثلين تاع بعض التشكيلات السياسية وبعض القوائم، وطرحوا بعض الصعوبات العملية التي واجهتهم في الميدان. المفروض لماذا؟ لأنه لاحظنا هنا بأنه المحظوظ هو الذي يقدم القائمة تاعو في الأيام الأولى، وبالتالي ليجي من بعد طبعا قد يكون كما قلت هناك ازدواج في أحيانا الشخص يمنح توقيعه، برغم من أنه أنا شخصيا هذه القضية بالنسبة لي هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، لأن المفروض في الشخص الذي يمنح توقيعه هو التزام معنوي وقانوني من قبله مع قائمة معينة. فأنا اللي يقدموا القوائم تاعهم في متأخرين يلقوا أنفسهم أمام أمر واقع. لماذا؟ لأنه قد تكون الأسماء مكررة. المفروض كاقتراح هذا ممكن للمستقبل لتعديل هذه المادة، لماذا لا ليتم الاعتماد في مثل هذه الوضعيات على تاريخ المصادقة على التوقيع، باعتبار أنه التاريخ هو الذي يحدد لنا فعلا الفترة الزمنية التي قام هذا المواطن فيها بمنح التوقيع. أستاذ فقط لابد من شرح في هذه المسألة، لأن هناك الذين سبقوا في تقديم القوائم الانتخابية، هناك المتأخرين
الذين أتوا متأخرين، وهذه لا تسمى تجاوزات لما تقولها أنت تجاوزات للإدارة، هذا بما تسمى ممكن ثغرات قانونية لضبط الفطرة هذه. هذه واحدة. ثانياً لماذا لا مستقبلا؟ قلت هذه لماذا؟ لأنه من الواقع نكتشف أحيانا بعض النقائص الموجودة في القانون. القانون عندما يصدر يبقى نصا نظريا، لكن عندما نضعه في التطبيق آنذاك تظهر الثغرات الحقيقية. أيضا لماذا في المستقبل لا نفكر بأن نخصص فترة زمنية واحدة بعد إيداع جميع القوانين لدراسة مثل هذه الحالات؟ النقاش لذلك قلت أنا هذه بعض التجاوزات. نعم هي بعض، ولكن حتى نعرف أنها تجاوزات أم غير تجاوزات مع الأستاذ فهد ممكن أن نقرأ ما هي العناصر، ما هي آليات المعايير التي يمكن بها إسقاط قائمة حتى لا نبقى في هذا الموضوع فقط. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من ناحية القانونية ومن ناحية العملية، غدا إن شاء الله يوم 23 مارس ينتهي أجل ظهور القوائم النهائية، لأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يقول 10 أيام للوالي باش يدرس ويصدر القرار. الأجل انتهى يوم 5، 10 أيام تاع الوالي يوم 15، الوالي عنده 3 أيام باش يبلغ للطرف اللي مرفوضة يعني 18، المحاكم الإدارية عندها 5 أيام يعني 23. بكرة إن شاء الله غدا الخميس 23 من المفروض أن جميع المحاكم الإدارية على مستوى الوطن تفصل بصورة نهائية في القوائم وتظهر. الآن نحن نتابع هذه العملية تقريبا بمتابعة يومية. ما هي الأسباب التي رفضت فيها الوالي هنايا الإدارة؟ بالعكس بريئة من هذا الأمر تماما، لأن الإدارة تطبق القانون، كل القانون لا شيء غير القانون. إذا كان نقص في القانون ما على المشرع إلا أن يعدل القانون. الإدارة طبقت القانون كما هو وتوصلت إلى رفض العديد من الملفات للأسباب التالية. أولا أغلبية الكبرى قضية الاستمارات، لأن الناس ما قدموش العدد المطلوب، لأن كل مقعد في أي ولاية يقابلوا 250 استمارة. بعض المترشحين قدموا الاستمارات كما القانون العضوي، لكن كاين نصوص أخرى تضم فيها النظام الانتخابي. كاين القانون العضوي، كاين المراسم التنفيذية، وكاين بعض القرارات. في المراسم التنفيذية يقول لك يتقدم الاستمارات ترتبهم وديرهم في بطاقة معلومات وتقسم قرص مضغوط، لأن لما تديها عند الهيئة عند اللجنة الانتخابية على مستوى الولاية باش تراقب التوقيعات المزدوجة وتراقب إذا كان موجود في القائمة مش موجود، كانت تستعمل القرص مباشرة. اللجنة الانتخابية لما استعملت القرص هذا ظهروا فيه أسماء توقيعات مزدوجة، إذا سقطهم الشخص هذاك ما لحقش للنصاب المقبول. هذا سبب أول وكبير اللي تكررت عليه العملية. إذا الاستمارات كما قال الدكتور الوراري حقيقة، لأن المشرع شاطع، المشرع قال لما أعطى شهر لإيداع القوائم من نهار الاستدعاء الهيئة الانتخابية حتى 60 يوم قبل الاقتراع، بمعنى شهر. القائمة اللي تكون واجدة تقدر تحطها في اليوم الثاني الثالث الرابع. هذوك اللي سبقوا في المرة الأولى حطوا الملفات تاعهم وعالجوا الاستمارات، داو محضر ما عند القاضي يقول باللي حطوا الاستمارات قانونيا. اللي جاوا من بعد بطبيعة الحال يكون ذاك الناخب قد وقع لصالح قائمة أخرى وبالتالي يسقطها. دونك هذا سبب من الأسباب قضية الاستمارات. سبب آخر ظهر وهو أن بعض المترشحين ترشحوا في قائمتين ومنهم حتى نواب. كاين اللي نواب راهم الآن في العهدة الحالية ترشحوا في قائمة القانون شي يقول تسقط القائمة هذه وهذه في اثنين مع بعض. هذا سبب. سبب آخر هو كبير بزاف هو قضية المتابعات القضائية. كاين العديد من المترشحين سقطوا لان القانون العضوي كذلك واضح يقول لك المتابع قضائيا ماهوش ممكن يترشح، تبقى لي قرينه البراءه ما دام ما حكموش عليه بحكم نهائي بمعنى ما فاتش في المحكمه والمجلس والمحكمه العليا يقدر يترشح، لكن الناس اللي ما تقدرش ترشحوا هما المترشحين اللي صدرت ضدهم عقوبات سالبه للحريه. هنا وقع نقاش كبير، ما هي العقوبه السالبه للحريه؟ هل عقوبه الحبس النافذ اللي دخل السجن ام عقوبه موقف التنفيذ؟ وفي بعد في مرحلة أخرى يقول لك الجرائم الغير عمدية، ما هي الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية؟ إذا ها تقريبا هذو الأسباب. وكاين أسباب أخرى ثانية غريبة، رفضوا لهم الملفات والخطأ مش في الإدارة بتاتا، القانون يهضر عليها. الإنسان باش يترشح لازم يكون مقيم في الولاية. كاين مترشحين راح ترشحوا ومشي في هذه العهدة، في العهدة نتكلم عن العهدة السابقة، وزراء راحوا ترشحوا لما تقدموا الملف، لان الملف لازم يقدم في بطاقه الناخب صابوا حتى هو موش مسجل في القائمه. وفي الاستاذ في القانون هل مخالفه مرور تسقط مترشح؟ اذا كان عنده عقوبه حبس نافذ تسقط. هو اذا كان لان عقوبه لان المرور ما ندوشوا بهذه البساطه. كاين المرور اللي ينتج فيه قتل خطا، كاين اللي ينتج فيه جرو خطا،
وحاولت المرور تقدر تروح 3 سنوات حبس اذا كان انسان ارتكب مخالفه المرور وتثبت فيها وفاته، لا يقدر القاضي يحكم عليه بالحبس النافذ، واذا حكم عليه بالحبس النافذ ما يقدرش يترشح. لا لا استاذ نوراري ماذا قلت؟ لا ما قاله الاستاذ حتى يكون نقاش صح مفتوح، ما قاله فيه جانب من كذا، ولكن دعني اقول لك بالنسبه للجوانب التقنيه، الجوانب التقنيه هناك مشكل مطروح. وزاره الداخليه اعدت دي سي دي بكذا وطلبت منك قرص مضغوطه الى غير ذلك، الكثير من الاحزاب والقوائم لم تتمكن من التحكم في هذه الاقراص المضغوطه من حيث الاستعمال. نعم حيث الاستعمال اقراص مازال ما تسلموش استاذ. لا لا بالنسبه للقائمه، بالنسبه للقائمه هو التزامات اللي سلمت ولا كيف؟ بعد القرص تاع الهيئه لا تسلم الا بعد ضبط القوائم النهائيه. لا 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 انا لا اتكلم عن قائمه هيئه الناخبين، هي الناخبين بالنسبه للتوقيعات سلموا لهم كذا، لازم توضع ضمن قرص معين ويقدم للولايه. نعم. بالنسبه للموقعين نتكلم هنا على القوائم استاذ حتى معليش. لا لا فقط لأن ملاحظه مهمه جدا، الكثير من الاسماء سقطت لماذا؟ لانه هذه الاقراص معده بالفرنسيه والاستمارات بالعربيه، وفي الكثير من الاحيان ما يكون الاسم باللغه الفرنسيه غير مطابقين للغة العربية من حيث الحروف، وبالتالي هذه قضية تقنية يتعين على الجهات المعنية أن كان المفروض في تقديري أن يكون هناك اجتهاد وطني في هذا المجال لتحيد على الأقل ما هي اللغة التي يمكن أن نعتمدها. أنا أتحول بهذا السؤال وسؤال مهم أستاذ أحمد دخينيسة، هل عصرنة الإدارة بدءا بالقرص المضغوط وما تعرف هذه ثورة على المستوى الإدارة لأول مرة، هل خدمت هذا الملف الترشح لو ذكرناه على وجه الخصوص أم عرقلت المسار؟ نظن حسنت، ما نقولوش خدمت 100%، ما نقولوش، ولكن على الأقل سترفع فعالية العمل الإداري، لأن الإدارة في الحقيقة تنفذ القانون كما قلت، تنفذ القانون في الحقيقة لم تخلق قانون، وفي القانون خصوصيته أنه قانون دقيق جدا، الأجيال دقيقة محددة، الإدارة مع الرقمنة نعم راح ترفع مستوى الكفاءة ونجنبوا بعض الأخطاء ونوصلوا للأخطاء اللي قالها الأستاذ الأسب العربية والفرنسية اللي خلق مش خير في الانتخابات في الإرث في كثير من الأشياء. بالتالي الرقمنة الحالية خاصة على مستوى وزارة الداخلية ستلعب دورا لا شك جيد، ولعب الدور لاحظوا أنه العملية تم التكفل بها بشكل جيد على الأقل، ولكن الآن مهما يكون ما نقدرش نقولوا 100%. الهيئة الانتخابية لأول مرة تطهر بشكل جدي ودقيق. نعم. على لسان وزارة الداخلية. نعم. نعم نعم، لأنه البعض يتسجل مرتين مش بخطأ منه، هم يسجلوه مرتين ها نعم. خطأ، وفي الأصل يعني لأنه التسجيل في القوائم الانتخابية من جهة واجب يقع على الإدارة واجب يقع على المواطن، بعض الأحيان الناس تقع في الأخطاء. ولكن لما نرجع لفكرة كما قال الأستاذ فادن حول الشخص يترشح وهو غير متأكد إن كان مسجل على القائمة الانتخابية أم لا، هذه نوعا ما نوع من لأنه هنا الإدارة ضخمنا دورها، الإدارة في الحقيقة طب القانون الأصل هو العمل السياسي. نعم. إذا شخص يترشح بمعنى هو مناضل قضايا الصالح العام، يعلم أن كان على قائمة، هل له بطاقة، يعني شخص يترشح هو غير متأكد إن كان له بطاقة أم لا، يعني شخص ممارس حقه كمواطن بسيط ها في حقه في أن ينتخب فيحب يمارس حقه بأن ينتخب، فبالتالي نوعا ما كاين جانب فلسفي. الإدارة في الحقيقة هنا ضخمنا عملها في 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 يعني اللوم عليها، في حين الحقيقة الإدارة القانون قلص بحيث التعليل الكافي دقة المواعيد كلها بحيث لم يترك لها أي سلطة تقديرية، وإن كان يعني في تقديري أنه لازم الإدارة نعم الإدارة السلطة تقديرية لتجاوز بعض المثال هذا اللي أعطاه الزميلي أنت الاسم بالعربي والفرنسي يمكن الشخص نعم العدالة، ولكن الآن على مستوى تصحيح الأسماء يعني حاولنا الذهاب مع الرقمنة على مستوى إلى حل هذه الإشكالية اللي مش فقط في الانتخاب، في حقوق كثيرة
وباش نعودوا لفكره الرقمنه، لا شك انها ستقضي على كثير، خاصه الرقمنه على مستوى الداخليه تسهل وتسهل. الان تقييمنا احنا ما نقدروش نقيموا لنا من خارج الاداره، ولكن ممكن لما يكون تقييم في الاخير سنجد لا شك الامور تحسنت الى اي مستوى. هذا قضيه تقييم تقييم يكون نعم. اكيد انه الاداره والمحاكم الاداريه تمارس الحياد، هذا هو نزاهه الانتخابات. دكتور بجمع سويله. نعم، إضافة إلى مسعى اللي قاله الأساتذة الأفاضل، ربما تجدني أنا هو الشد في هذه الجلسة. لماذا؟ لأنني صوتي هو صوت المواطن، نتكلم باسم المواطن. أما اللي ترشح ولا اللي حاب يترشح سواء حزب ولا مترشح حر، أنا لست محامي تاعه. لا، في نقاشنا المفتوح هذا ذكرنا الجانب الثاني. النقاش هو للمواطن، المواطن والناخب هو الحلقة الأساسية نقاشنا اليوم. نعم، النقاش هو مع المواطن. المواطن واش يتمنى من هذه العملية الانتخابية؟ أنها تكون نزيهة نظيفة تحقق نجاحها في وقتها. هذه هي حجر الأساسي. لما نطرح الآن الإدارة، الإدارة بالعصرنة نتاعها بالآلية ديالها بالأمور اللي تقوم بها فهي مشكورة، هذا في إطار تقريب الإدارة من المواطن. لما نقول تقريب الإدارة من المواطن أنها تسهل عليه، سهلت عليه البداية من مراجعة القوائم الانتخابية والتسجيلات الاستثنائية، وكل ما يسرى الآن في دراسة الملفات فهو استثناءات لا يقاس عليها. حتى المشرع الجزائري في المواد المضبط من المادة 97 و98 و99 ضبط العملية ذاتها، بحيث حتى للأحزاب اللي تحس برقعة مغبونة ويوقع لها مانع من الموانع في القائمة اللي تكاد تسقط يمكنها أن تستدرك الوضع 30 يوم قبل الاقتراع. هذه مادة صريحة. إذن المشرع مرن في الأمور والإدارة مرنة، وعلى الفاعلين أن يتفاعلوا مع المسألة. المسألة الانتخابية مش عملية سهلة، هي تدفع العمل البرلماني، ترقي العمل البرلماني. لما نقول واحد رايح للبرلمان وما يعرفش حتى الاسم نتاعو ولا راه في القائمة الانتخابية ولا ما راهش في القائمة الانتخابية. المثال اللي تطرح الآن قضية البرلماني اللي يتعمد ولا الشخص اللي يترشح ويتعمد توقيعين اثنين ولا ثلاثة، رغم أن القانون فيه عقوبات جزرة، لكن ما تمناش هذا العقاب لأن الكثير من الأمية والجهل اللي يخلي الناس ربما على نواياهم يرتكبوا أخطاء من هذا النوع وما نوصلش للتطبيق. كيف يفعل القانون؟ أيعقل أن نشرع ولا نطبق ولا كيف؟ لا، أنا نقصد وقت العملية الانتخابية ذاتها المواد القانونية تاع قانون العقوبات صارمة وضابطة للموضوع، يعني بدقة كما نقول محبوكة مخيطة. نعم. وبالتالي ما يقدرش واحد اللي يكون عاقل ويقظ ويعرف الأمور ويتعمد الخطأ، لأن المواد واضحة. إلا إذا كان الله غالب لجهل لكبر السن لأمية لكذا لكذا، لكن الإدارة رغم ذلك والضبطية واللي يتعاملوا مع الموضوع ما يروحوش إلى جانب هذا الطرح الأخير. أستاذ، هنا في هذا النقطة بالذات من يرفع الدعوة ضد هذا الناخب المتحايل أو المترشح المتحايل؟ هل هناك سيرورة لإجراءات قانونية؟ هو في الغالب كاين شقين، كاين شق المحكمة الإدارية القضاء الإداري، وكاين شق اللي هو القضاء الجزائي عن طريق النيابة العامة اللي تشوف مدى ملائمة الشكوى اللي ترفعها الضبطية ولا مراكز التصويت ولا غير ذلك، وتشوف الملائمة هل تروح للجانب الجزائي ولا لا. إذن هنا اليقظة نتاع القضاء في الإشراف والرقابة جد أساسية. الإدارة في توفير الماديات وتوفير الجانب الآلي وفي توفير كل ما هو عصرنا وحداثة أيضا دور مشهود له. هذا اللي يخلي الآن لما ندرس في العملية ذاتها، وإحنا رانا نمشي بالمنهج اللي راكم تتبعوه تقريبا فصل فصل ولا مبحث مبحث ولا حسب الخطوات مرحلة اللي راهي تمشي بها الإدارة. اليوم راهي في قضية الملفات اللي تكشف عليها الدائرة الوزارية فيما يخص هذه القوائم، حتى بعد ذلك ندخل في مراحل واحدة أخرى اللي ممكن ننتهي للحملة الانتخابية. الظروف اللي تحاط بالعملية ذاتها تخلي المواطن يتخوف. التخوف من ماذا؟ ليس من التفاؤل، احنا نتفائلوا، كلنا رانا نتفائلوا لأن نجاح بلدنا، لكن ليشوف العوامل اللي تخلي الإحباط في نفسنا وتخلي نوع من الاستنكاف، نقدر نقول استنكاف ضميري. هذا نتمنى ما يكونش في واقع العملية ذاتها، لكن الأحزاب تعمدته وكذلك المترشحين تعمدوه. لما نشوف المعايير اللي راهي تكشف الإعلام يكشف عليها وأيضا حنا نتبعوها، وهي في قضية
أولا نأخذ الإصلاحات. إحنا عندنا إصلاحات قوانين وترسنة انطلقت حتى بعد الدستور، هذه الترسنة القانونية وهذه الإصلاحات الثقيلة الآن بالأساليب العملية اللي راهي تتم في إطار داخل الأحزاب رانا نضرب في الإصلاحات. قانون التنافي، قانون التنافي يمنع على التجوال السياسي، التجوال السياسي يمنع دخول البرلمان لما يكون في البرلمان والقطاع الخاص. مثلا ناخذ أن مستثمر ولا رجل مال يسير شركة، في هذه الحالة لابد أن يختار بين هذا وذاك، إذا ما صراش اليوم يصرع غدوة. لكن واش رانا نشوف أن الهبة القوية والهبة مليحة في جانبها الإيجابي، لكن نعم أيضا في جانبها تطمن أو تطمئن وتخلق جو الثقة لدى الناخب والمواطن. وهذا ما أتحول به السؤال إلى الأستاذ فادن، هل ترى المواطن الناخب مغيب غائب أم لم يحن الوقت بعد؟ حقيقة كل انتخابات عندها طبيعتها، انتخابات الشرعية عندها خصوصيتها، انتخابات البلدية عندها خصوصيتها والرئاسية كذلك. الناخب لما يرى نفسه بأنه معني بالعملية الانتخابية ينخرط في العملية من الأول. لكن بالنسبة للانتخابات الشرعية تقريبا الناخب ما زال ما لقاش نفسه، يلقى نفسه كيف؟ يلقى نفسه لما تظهر القائمة الانتخابية، تظهر القائمة الانتخابية يشوف فيها الناس في المستوى اللي راهم يهدفوا إلى كسب الصوت تاعو باش يمثلوه ينتخب. ينتخب كذلك، وهذا بدرجة أقل لما تكون القائمة الانتخابية سواء حرة أو حزبية عندها برنامج، وذاك البرنامج يلقى الناخب نفسه موجود فيه. إذن الآن لا نستطيع أن نقول حقيقة الجو بارد لحد الآن، وهذه مش مسؤولية المترشحين فقط، مسؤولية الجميع، مسؤولية الإعلام، لأن الترويج لهذه الانتخابات والدعوة إلى المشاركة ما زالت ضعيفة. مسؤولية كذلك وزارة الداخلية لحد الآن راهي عندها سحقت بعض الوضمات الإشهارية وبالعمل لكن غير كافية. مسؤولية الأحزاب السياسية اللي المفروض ما تنتظرش الحملة الانتخابية باش تنطلق في العملية. مسؤولية المترشحين، مسؤولية الجميع، لأن أنا بصدد بناء مؤسسة الدولة، مؤسسة جميع الجزائريين والجزائريات، ماشي مؤسسة المترشحين فقط. وبالتالي الآن هناك نوع من البرود، برودة، لكن هذه البرودة ممكن أن مؤقتة ولا ربما تأتي مع الحملة الانتخابية، لأن الحملة الانتخابية راح تنطلق يوم 9 أبريل، ثم لأن بدأت العملية التحضير لها، راهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات راح توزع الترقيم الوطني، نعم الترقيم الوطني الموحد، ومن بعد تقسم على حساب الأحزاب شحال من قائمة دخلت فيها على مستوى الولايات باش تعطي لها تدخلات في التلفزيون وفي الراديو. من خلال هذه في هذه الفضاءات يبدا المواطن يحس بنفسه بانه معني او غير معني، لكن هذا غير كافي. من المفروض ان المترشحين من الاحزاب السياسيه تروح عند المواطن الى مكانه، لكن ان تروج لبرامج معقوله، لان لما نكونوا في انتخابات شرعيه ونوعد المواطن بانه نفتحوا له طرقان ونبنوا له سكنات، هذا ماشي برنامج تشريعيات. البرلماني ما هو من صلاحيته أن يفتح طرقات، وما هو من صلاحيته أن يبني سكنات. البرلماني من صلاحيته أنه يشارك في تأطير وتطوير الحياة السياسية من خلال تعديل القوانين، من خلال مراقبة عمل الحكومة. إذن ولكن هو صوت الشعب، هو الآن صوت الشعب، لكن في صلاحيته سياسي جلالي. نعم. عنده صلاحيات اللي يقوم بها، ما يقدرش يدير أي شيء. وعلاش يمكن نشوف الناس هربة بعض الأحيان؟ خلي يقول لك مبررات، انني البرلماني تاع المره اللي فاتت السابقه عطاونا وعود وما نفذوهاش، لان عطاونا وعود ماشي صحيحه. نعم استاذ فادن، هذا يخليني نروح سؤال اخر استاذ لوراري. الى اي مدى يمكن ان يضبط قانون العضويه للانتخابات الزاميه برامج لدى الاحرار او حتى الاحزاب؟ لانه حتى نظرنا انه شعرت معاويه بين المترشح والناخب هو ما فيش برامج. أين تكمن إلزامية القانون هنا في هذا المجال؟ إذا سمحت لي، أنا نظن الحديث عن مدى انخراط المواطن في تقديري الخاص ربما سابق لأوانه. لماذا؟ إحنا رانا رانا لحد الآن ما زلنا نتكلم على القوائم وبعض الصعوبات، لا أقول العراقيل وإنما الصعوبات الميدانية التي برزت، سواء من خلال السلوك الذي اتخذته بعض الإدارات، لا أقول كل الإدارة، أو بالنسبة لي خليني أقول الترجمة الخاطئة لبعض نصوص القانون الأساسي. لأنه لما نرجع على المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فيما يتعلق بالشروط الواجب تاع
توفرها للترشح واضحة الفقرة 5 لا يكون محكوم عليه بحكم النهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة الحرية. معروف ما هي الجناية والجنحة سالبة الحرية، معروف شنو هو سلب حرية شخص معين إلى غير ذلك. والمفروض الاجتهاد أمام النص، مخالفة مرورية. وقف التنفيذ يدخل ولا ما يدخلش أستاذ؟ وقف التنفيذ لا يدخل، لا يدخل إلا إذا كانت نقدروا نتكلموا. لذلك قلت أنا كان المفروض يكون فيه اجتهادات لتوحيد تفسير مفهومنا لهذه الشروط الأساسية. لماذا؟ لأنه من خلال إذا كان الإدارة كانت صارمة فعلا وكان فيها نوع من العدل وكذا في دراستها لهذه القوائم وبالتالي قبول المتوفرة أو التي تتوفر فيها الشروط ورفض الأخرى، هذا تعطي نوع من المصداقية. ولكن الإدارة يطبق في القانون الآن، هذا هو تحت رقابة القضاء، وتحت رقابة القضاء. لذلك تكلمت أنا المفروض الإدارة قرارها يكون قرارا معللا قانونيا. احنا شفنا، خلينا نقول لك أنا حاجة، بعض الترشيحات رفضت لأسباب أمنية. كيف في 2017 هذه ممنوع، هذه ما كاينش، نقولوا لأسباب أمنية عيب والله غير عيب. وأنا أحيانا حتى ربما شك نقول ربما مثل هذه، وهذه كيف يعني كيف هذه نقدر ندونها، كيف نثبت صحة هذا؟ أنا لو كان كنت كذا كنت نجيب لك بعض الآخر. أحيانا لا، حتى نوضح الصورة أكثر لأننا في نقاش. في القانون القديم كانت، ولكن لما يخل بالنظام العام والأم العام كان القانون يعطي له الصح. في القانون الجديد ما كاش هذا السبب. ما نش نقول لك في القانون الموجود عمليا ولكن لا تكتب عمليا تصرفات بعض الجهات الإدارة، ولا أقول كل الجهات، الحمد لله هي قلة قليلة، ولكنها تجاوزات. أنا قلت سجلت بالرغم من أنه القانون قلت المادة 92 واضحة فيما يتعلق بهذه القانون. نعم سي رشيد، إذا سمحت لي سي رشيد. نعم، إحنا الآن نبني البناء نتاعنا هو اللي 4 ماي إن شاء الله، وعلى أساس أن يكون المواطن يشارك بقوة. نعم، لكن الخدش للمواطن ذاته، ما نقولش العاطفة ولا الحياة ديالو اللي يتفاعل معها في إطار التعددية الحزبية وفي إطار العمل الفكري وفي إطار يحس بروحه باللي نضالات وتروح هكذا هدرا. أولا عند الأحزاب ذاتها، الأحزاب قبل ما تبني كل البرامج نتاعها على العملية ذاتها المؤقتة، كان من المفروض تفكر في بنائها لسنوات، في ماضيها، في رصيدها، في أصالتها، وفي ما تنبؤ إليه المستقبل. هنا لازم الأحزاب تفكر في تعددية حزبية، في عمل سياسي قوي، مش في قضية انتخابات. تعدد بالكم أو بالكيف؟ 63 حزب ما عليش بالكم ولا بالكيف، ولا أنها ما تخليش مثلا، نعطي لك على سبيل المثال كما نقول كنا نتكلموا، تصور أنت إنسان معروف في منطقة معينة ومعروف بصفات معينة تاعو، يجي على رأس قائمة، الرصيد نتاع المناضلين هذيك واش ندير به؟ إذن هذا الرصيد النضالي إذا كان ما عندوش حب الولاء للوطن وليس للحزب، أنه في هذيك الحالة سيعتكف. في جميع الأحزاب، لا أقصد حزب معين، هنا اللي يخلي أن القيادات الحزبية لما تتفاعل مع القيادات البرلمانية فهذا التنافس الشريف بين البرلمان وبين الأحزاب، وليس أن الطرفين الاثنين البرلمان يدوب في الحزب والحزب يدوب في جهات واحدة أخرى. هذا اللي يخلي أن العمل اللي ندفع به البلد وندفع به العملية الانتخابية نكسب ثقة المواطن. هذه الثقة منذ الآن، منذ السابق نواصل عليها، ما خليش حتى الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية نرجع لك للنص القانوني وما ندخلش في الموضوع، ولكن ربما يعني كثير من الملاحظين أستاذ صويلح يقال أنه بما جاء في هذه الإصلاحات الجديدة من جمع التوقيعات وكذا هي نوع من إصلاح أولي قبل الانتخاب بين القاعدة والقمة هي المترشح. يعني هذا شيء مكسب، هذا مكسب، هذه مكاسب. كل ما هو يفتح الباب للترشح ويفتح الباب للتعبير للمواطن بعنده حق طموح ومشروع، لكن ما نتعمدش عملية التعمد والقصد. أنني ما نقولش بعبارة أهين ولا أهون ولا أضعف، ما نضعفش العملية الانتخابية، نوضع كل المعايير والمؤشرات اللي راهي تدرس المحيط، سواء على مستوى الدائرة الولائية، على مستوى البلدية، على مستوى السوق، على مستوى الجامعة، على مستوى كذا. ما نخليش أن المواطن
يحس باللي ان الامور ما هيش تمشي نورمال. نتيجه العمل الحزبي للاحزاب، الاحزاب دخلت في عمليه ما نقدرش نوصفها، ما نعطيهاش الوصف، لكن اوصفها حدت ولا حرج. ولكن ليس ككل، ولكن تبقى الامارات. مانيش نعمم، ماني نقول لك الظواهر اللي نتمنى نعالجها، لانه هنا نقاشنا قانوني ماهوش. نعم. المهم سي جلالي، نعم، لما تكلم سي جلالي على قضيه برامج الاحزاب، نعم، لذلك الشيء الجديد في القانون العضوي تاع نظام الانتخاب شيء ممتاز جدا. شيء يقول، يقول لك في الملفات اللي تدعى امام الولايه القوائم الحره تحط برامج، الاحزاب ما تحطش برامج. نعم. هذا ما معناها لازم تفوت البرنامج تاعك، تسوق البرنامج تاعك، اشتافيه. ما تخبيناش الان امام وراء برنامج الرئيس، الرئيس هو برنامج جميع الجزائريين تاع رئاسيات، راك في التشريعيات، دير لي قل من انت، قل من انت وما هو الموجود في البرنامج تاعك. المشرع لما شافهم كل مره تدخل في هذه النقطه وفرض عليهم باش يوري لي واش عندك، واش عندي في 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 الخطا، شيء ممتاز. لكن بقات الان المواطن مازال ما ماهوش ينخرط في برامج الاحزاب. نعم. كما قال دكتور سويلح راه مازال الان في القائمه في نعم السياسه. استاذ احمد خينيسه، كيف يمكن ان ندمج المواطن في هذه العمليه الهامه كما قال سويلح اللي تمثل مؤسسات الدوله يعني بشكل كبير البرلمان؟ ما هي انتخاب معناها تشكيل الدوله. نعم. تشكيل السلطات العموميه رئاسيا او تشريعيا او محليا، تشكيل الدوله. ولهذا عنده هذه الاهميه وهذه الحساسيه وهذه الكثافه وهذا التوتر، لاننا نبني هذه تنبثق من انتخابات، ولهذه الانتخابات نهتم بها كما الحق الملكيه، كما الاسم تاعنا، كما نفس الحساسيه. بالتالي مهما يكون ما نقدروش نخرجوا من التجربه الجزائريه اللي هي الان اصبحت تجربه، ما ننساش تجربه 91، تجربه نمط الانتخاب اللي كان أغلبية إسبية واللي أدى نتائج 91. في 97 درنا قاطعة كبيرة وهي النسبي. لماذا؟ ليكون هناك تمثيل، لأننا في بداية تجربة، احنا في بداية التجربة 99 كنا ضغطنا وأطرنا الحياة السياسية تقريبا تأطير شديد، بحيث لم نترك، في حين أنه مجتمع يريد، الجميع يريد أن يمثل. الان عندنا عقده اساسيه، ما نقدرش نقولوا رانا في مستوى الديمقراطيه، حنا رانا في مستوى التمثيل الشعبي. المواطن البسيط يحب يكون ممثل، يكون ممثل، يحس. نعم. لازم يقول ممثل. ولهذا واش صار؟ كثره الاحزاب وظاهره الترشح الحر. انا نستغربوا، ولكن منطقي في الحقيقه انه المواطن لا يجد نفسه في احزاب، اذا يضطر، وبعض المترشحين الاحرار هم مناضلي الاحزاب. بالتالي ماذا يحدث؟ أننا في الديناميكية التاريخية، من 97 قال نديروا النسبي باش كل الجميع يجد نفسه ممثلا، وكل جميع أكبر مساحة من الفضاءات، سواء كطموحات فردية، الجميع يجد له مكانا تحت الشمس، واجتماعيا وفئويا وجهويا ومناطقيا. شيء منطقي، هناك إحساس عميق أن الجميع يريد أن يكون ممثلا. نعم. الهدف المرجو هذا، وهذا السؤال أردت به إلى الأستاذ لوراري. نتكلم عن تمثيل المرأة أو إلزامية التمثيل، هناك من يقول على أنها ممكن إلزامية قانونية على حساب المستوى، على حساب التمثيل، هل يتعارض هذا مع الواقع؟ أنا نظن هذه قضية اختيارات. إحنا مادام عندنا خدينا حتى الاسم المجلس الشعبي الوطني الشعبي، معناتها يجب أن تكون هذه الهيئة كهيئة تشريعية، كمؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة منوط بها سن القوانين، أن تكون تمثل مختلف الفئات الاجتماعية، مختلف الفئات الاجتماعية. حقيقة العمل التشريعي يتطلب تكوينا وتخصصا وحد أدنى يعني من المستوى والكفاءة والتجربة إلى غير ذلك، ولكن كما يقولوا هذه قضية اختيار. مادام اعتبرنا بلي الهيئة هذه هي بالدرجة الأولى، والمجالس كلها عندنا من البلدية إلى الولاية إلى المجلس الشعبي الوطني، ها، وحتى مجلس الأمة، لأن الثلثين المنتخبين هم من أعضاء هذه المجالس المحلية المنتخبة، بلدية ولائية. هذه قضية اختيار، وهنا تجي المسؤولية الكبيرة اللي تقع على عاتق الأحزاب السياسية. نظام التمثيل النسبي اللي اخذ به المشرع في 97 حقيقة هو نظام يضمن أساسا تمثيل وجود أغلبية
الفئات الاجتماعية، أغلبية الأحزاب، طبعا الفئات الاجتماعية أغلبية الأحزاب السياسية على مستوى هذه الهيئات الشرعية، وهذه أيضا قضية اختيار، لأنه في أنماط الاقتراع هناك العديد من هذه الأنماط، وكل دولة تختار النمط أو النظام الذي يكون ملائما لظروفها ولمجموعة من الاعتبارات الأساسية. ولكن كما قلت هذا لا يعفي الأحزاب السياسية، فعلى الأحزاب السياسية لأنه لهذا النمط كغيره من الأنماط إيجابيات وسلبيات، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال. أنا إذا كان مثلا مشكلة الأموال مطروحة، قضية أصحاب الأموال، لكن لا وجود لأي نص لا في الدستور ولا في القانون يمنع هذه هناك حرية الاجتماعية. بالعكس هناك حرية الترشح، هناك حرية يمنع، أنا معك يمنع، والقانون يعاقب، والقانون يعاقب. هذه مسؤولية من؟ مسؤولية من؟ مسؤولية الأحزاب أساسا، ومسؤولية الدولة بالدرجة الثانية، وعلى الدولة من خلال مختلف الهيئات الموجودة أن تلعب دورها في هذا المجال. إذا ثبت فعلا في هذه النقطة سراشيل، الله يخليك، برك نكمل الفكرة. إذا ثبت في هذا المجال ارتكاب مثل هذه المخالفات، على النيابة العامة أن تتحرك وتحرك دعوة ضد مثل هذه، سواء كانت هيئات يعني أحزابا سياسية أو أشخاصا. ولكن لا يوجد من ناحية الدستورية والقانونية ما يجمع، وأنا لست أدافع هنا عن أصحاب رؤوس الأموال، بالعكس الشخص الذي اجتهد وجد واستطاع أن يكون ثروة في إطار قوانين الجمهورية وثروة نظيفة، بالعكس يجب أن نفتح له المجال. لماذا لا على مستوى هذه الهيئة الشرعية، لكي على الأقل يثري هذه الهيئة من خلال أعمالها بهذه التجربة التي سمحت له بتكوين هذه الثورة. سي صلاح عندك تعقيب؟ لا ولا الحقيقة ولا أنا ما عنديش تعقيب بقدر ما هو واقع. واقع, واقع واقع قضية هذا المترشح اللي يترأس قائمة ولا ثاني في القائمة ولا ثالث في القائمة حسب العواصم، وين الحدود نتاعو تكون متوفرة أوتوماتيكيا، هذا على حساب النضال، خاصة إذا كان ماهوش مناضل أصلا وفي عمره ما ناضل. في هذه الحالة اللي يخلي المال تاعه ولا طريقة حياته اللي يخليه يعوضها بالمال، يعوضها بتموقعه بنوع من الامتياز، بنوع من الأفضلية على المناضلين. هذه الأفضلية من جهة تضرب لي روح القوانين، القانون نتاعي ينظم الحملة الانتخابية وينظم الوعاء المالي، ما يتجاوزش حد معين، في ظرف ليلة واحدة بحملة واحدة نهار واحد يغطي كل الأحزاب الصغيرة. إذن هذا المشرع لما دار حملة انتخابية وحدد لها الوعاء المالي باش الأحزاب ما تتجاوزش السقف، هذا السقف بترشيح أصحاب المال في الدرجات الأولى والثانية والثالثة بنفوذهم بعملهم سأصبح ما يسمى بالوعاء المالي للحملة الانتخابية ما نتكلمش عليه، خلاص قانونا مضروب. من حيث جانب واحد آخر، من حيث نعطي لك على سبيل المثال الوزير، الوزراء رشحت وزراء وهم في المنصب ذاتهم، من حيث العملية الانتخابية ذاتها تتطلب الحياد وتتطلب نوع من ما نبقاش بلو شوفوشمون والإزدواجية في العمل الحكومي التنفيذي والعمل البرلماني ولا العمل السياسي ولا غير ذلك. من المفروض أن إيميدياتمون الأحزاب والسلطات العمومية تفصل في هذه المسألة، إذا كان ندفع بالنماء الديمقراطي، ندفع بالنماء السياسي، ندفع بالتعددية الحزبية. نعم، ولكن موجود سي أحمد خليسة ما يؤسس من قانون لضبط هذا التجاوزات إن صح التعبير؟ لا، ليس التجاوزات، واقع. ماذا تسميها؟ واقع، يعني واقع. كيف نتعامل معه هذا الواقع؟ التعامل معه بأننا وطنيين، والوطني هو الشعبي، والوطني أنه يروح الانتخاب ويصوت من أجل بلد. نعم، سي أحمد خليسة، أنا أردت مليح أن الكلام يكون كذا على الوطنية وكذا، ولكن من حيث القانون، من حيث الضبط القوانين التي تضبط هذا الواقع، الحقيقة هذه ديناميكية، يعني المنظومة السوسيال سبونتاني قدرش تحكموا فيها، هذه حركية المثال المال. نحن في رأس مال، نحن نتكلموا عملية إدارية تقنية قانونية، لكن هذا المجتمع في الحقيقة هو الذي ينتج هذه الدوائر. ها، يعني ذكر تقصد انعكاسات طبعا. نعم، يعني المسار السياسي نعتقد أنه هو منفصل عن المسار الاقتصادي. لا،
لما ندرسوا نقولوا القانون والمجتمع وعلم النفس قل المجتمع كتلة واحدة في 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 تفاعل وفي جدلية. ما نتصورش كل هذا من التسعينات هذا القطاع الخاص والفئات الجديدة والتي تغلبت سابقا في الحزب الواحد. من كانوا المفضلين؟ كانوا العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. الآن نحن بصدد حرية فرازات جديدة، حرية عندنا حرية والطامحين والناجحين جديد. من الإشكال ما وش بطرح بهذه الصورة، الإشكال بواقع عملية انتخابية مطروحة. هذا الواقع فقط سفادا فقط. أنا أردت أن أفتح نافذة لأنه ممكن الواقعنا وكأنه نحس الجزائر معزولة عن عالم أو دول متطورة. كيف نقارن أنفسنا مثلا بالديمقراطيات المتقدمة على الأقل في أوروبا؟ التخوف اللي تكلمتوا عليه الآن قضية المال وما أصحاب رؤوس المال هذا موجود في أوروبا فعلا، يطرح إشكال في أوروبا لكن عندنا ما يطرحش إشكال. في أمريكا الآن يقال أن المال هو الذي في أمريكا، في أمريكا لكن في عندنا في الجزائر لا، هذا الشيء غير مطروح. لأن أولا هذو أصحاب رؤوس الأموال هم إضافة للأحزاب، أولا لأن الأحزاب من ما تقتاد؟ تقتاد من إشراكة المناضلين، من هيبات وبإعانة الدولة. إذن لما يأتي واحد صاحب رؤوس الأموال يعاون الحزب، هذه النقطة الأولى في إطار القانون. نقطة ثانية، هذا رئيس هذا رأس القائمة يكون عنده أموال، ما هوش راح يصرف الملايير كما قال لك الدكتور سويلح، عنده في حدود 150 مليون على كل مترشح يحددها القانون. القانون موجود في قانون في قانون الانتخابات. ثلاثة، القانون يعاقبه لو هو يعطي أموال لمناخب باش يصوت عليه، ويعاقب الناخب إذا طلب أموال من هذا المترشح مقابل التصويت عليه. ثلاثة، هذا صاحب رؤوس الأموال لما يجي للبرلمان وش راح يستفاد من البرلمان؟ هيستفاد من أجراته؟ بالعكس، هو لما يجي راح يخلي تجارته ويخلي أملاكه من أجل يخلق تنافي، يخلق تنافي. إيه أكثر من هكذا، التخوف اللي قلت عليه السجيري موجود في أوروبا وفي أمريكا، هو لما يأثر المال على صنع القرار السياسي. إحنا عندنا في الجزائر هل البرلماني هو اللي يصنع القانون ولا هو يصنع السياسات المالية في البلاد ولا السياسات الجبائية ولا السياسات الجمركية؟ أبدا، برلماني عنده يرافق الحكومة، الحكومة توضع السياسات العامة، وبالتالي التخوف من وجود المال على في هذا القوم أنا أعتقد بأنه تخوف غير محله، لأن المال بالعكس يخلي يروج البرامج أفضل، يخلوا عنده الأحزاب تدعم أكثر، لأن الأحزاب ما عندهاش مصادر أخرى. بقات سجلة إذا كان ممكن فقط قضية المرأة، التخوف يكون المال إذا جاء بعد الـ بعد الـ إذا أثر في القرار السياسي. لا إذا جاء المال بعد الترشح، بعد يكون برلماني هكذا. لا، كي يكون برلمان أصحاب رؤوس الأموال إذا كانوا بكثرة ويشكلوا لوبيات ويأثروا على القرار السياسي هنا الخوف. لكن في نظامنا السياسي الجزائري والنظام البرلماني الجزائري مستحيل أن تكون تشكل هناك لوبيات، لأن لاحظناها في الجزائر نكون بكل واقعية. قضية الشيفون عزكم الله كانت مطروحة ما فاتتش، قضية استيراد السيارات أقل من 5 سنوات كانت مطروحة من عند ناس برلمانيين وعندهم نشاط في هذا، ما فاتتش. أنا نعرف البرلمان من 97. إذن لا خوف على البرلمان من أصحاب رؤوس الأموال، ولكن الخوف على المواطن الناخب. نعود للحلقة اللي بدأ الدكتور سويلح سيلوراري، ربما في كلمة أخيرة لأنه النقاش تقريبا. أنا برك قضية المال هادية سيفري، هناك ما يسمى بالمال السياسي، لكن دعني أقول لك مسؤولية من؟ مسؤولية الأحزاب السياسية. لازم نكونوا يعني نقدروا ننظروا ونتكلموا هكذا وكذا وكذا، ولكن واقعيا عمليا مسؤوليه الاحزاب السياسيه. هذا هو الاحزاب السياسيه تبحث هناك معرض يجب ان نعالجه اللي هو داخل الاحزاب السياسيه، مش بالمجان استاذ. معليش راني جايك، لا راني جايك قضيه تمويل الحمله الانتخابيه. القانون واضح، احنا لو نطبقوا القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات ما نوصلوش لهذه الأمور. لكن خليني نقولك في التشريعيات، وأنا في التشريعيات 2012 هناك من الأحزاب على مستوى الجزائر العاصمة اللي صرفت 12 مليار في الحملة الانتخابية. أين المجلس الدستوري؟ أين هو المجلس الدستوري الذي يراقب حساب الحملة الانتخابية؟ وهذا الحساب الذي يجب أن يكون معتمدا من قبل خبير معتمد من الدولة الجزائرية، كله العام والخاص يعرف الأمور هذه. إذن مشكلة المال موجودة مطروحة، ولكن لا يجب أن تطغى على العملية ككل. صحيح. لا يجب أن تؤدي إلى الخدش في عملية ككل، وهي ليس الأستاذ فادن ذكر
شفنا فقط في الانتخابات الرئاسية في المائدة المستديرة التي تنظمت في فرنسا بين 5 مترشحين وكذا، اتهامات لبعض المترشحين بأنهم جاءت بهم شركات قوى كذا اقتصادية، مؤسسات معينة وهي التي تدعمهم. يعني مشكلة المال هذه مشكلة عامة ليست خاصة بالجزائر. الآن نيو عولمة تتكلم عن العولمة الجديدة هي الشركات الكبرى اللي تسير العالم، ولكن احنا لما نتكلم على الأمور هذه نقولوا يجب أن نخضعها للقانون العضوي المتعلق، حتى يعني نخلق نوع من تكافؤ الفرص حتى بين المترشحين، بين القوائم، بين الأحزاب السياسية، لأنه نعرف بأن هناك أحزاب سياسية اللي هي متمكنة ماليا وماديا، وهناك بعض الأحزاب الأخرى الفقيرة. السؤال المطروح هو كيف نخلق نوع من التوازن على الأقل. قال لك الأستاذ فهذا يلزم مصاريف. ما كان سياسة بالمجان. لكن هذه قضية المال خدت. نعم سي أحمد. كيف الإجرام المالي؟ نفرقوا بين الإجرام المالي، كاين إجرام مالي، كاين هيئة تعاقبوا. يعني ولكن السؤال المطروح الآن نرجع لبيت القصيد. كيف الأحزاب تستقطب الناخب؟ الآن هذا هو السؤال المطروح. هذا هو السؤال. هل تستقطب مناضل ولا ماهوش مناضل؟ تستقطب رجل مال على حساب مناضلين وعلى حساب مواطنين. كيف للأحزاب؟ نعم. النظام السياسي قائم على مؤسسات اللي هي الأحزاب وآلية اللي هي انتخابات. إصلاح نظام الأحزاب، قمنا بإصلاح نظام الأحزاب هكذا 97 خاصة الانتخابات والأحزاب في نفس الوقت، ردا على تجربة 91 التجربة القاسية. هذه هي الحقيقة، ما نقدرش نفهمه. نعم. الآن ماذا حدث في 2016؟ الآن ماذا حدث؟ حاجة ما تكلمناش عليها، نسبة 4%. نعم. لأنه نمط الانتخاب هذا النسبي يفتح الباب للجميع، هو الذي سمح بالتمثيل ولكن منع تشكل أقطاب قارة لتهيكل الحياة السياسية، وهذا الذي جعل التجوال. نعم. الأحرى وخلى حياة مضطربة. لو احنا الان هذه 4% كان الهدف التوفيق بين فكره التمثيل وفكره اننا نروحوا لخلق اقطاب سياسيه مستقره، على الاقل قد 3 تيارات كبرى، 5 احزاب كبرى، يعني ما نقولوش كبرى، لتهيكل الحياه السياسيه بحيث انه الشخص الجزائري المواطن الجزائري يمكن يتهيكل فكريا وحزبيا على مستويات معلومه. الآن ماذا حدث؟ ما عندناش انفيزيبيليتي. أنا كإنسان طامح يمكن أروح بين عدة أحزاب، ها؟ نعشي أنا بمال أو بغير مال، أستطيع أن أروح حر وأي حزب. بالتالي هذا اللي خلق الاضطراب وصار التجوال. هذه أمراض. هذا واقع. هذه الآثار نتاع النمط اللي اخترناه. الآن محاولة 4% نتاع علاش هو نوع من التوفيق بين هذه فكرة التمثيل اللي النمط النسبي يسمح بها، وفي نفس الوقت ضبط هذه الحركية المنفلتة اللي خلات التجوال السياسي مش خلال التجوال، لأني أنا هي خطوات في فترة في 2016 يمكن أنني نترشح وندير قائمة في 10 أحزاب. نعم سي سويلة، كلمة مطمئنة استاذ. ما هو هذا كلامنا يطمئن؟ نعم هذا كلامنا يطمئن. لا آخر الحديث ما آخر الحديث وهو يا مواطن، وهو أنك عندك ولاءك لبلدك لدولتك وليس للنظرة الحزبية الضيقة، وبالتالي هذه الخدوشات ولا هذه الخلل يتصلح. نعم. ومع التجربة هذه تجارب، إذن هنا اللي خلينا على أساس أننا ما نخليش القنط ولا نخلي الاستنكاف ليسيطر علينا، لأن في النهاية الانتماء لحزب ليس لشخص معين أو لفلان أو فلتان، وإنما انتماء لبرنامج ولا لرصيد ولا لثورة ولا لنظام معين. هذا المواطن ينتمي للجزائر. نعم. إذا سمحت. نعم سرعة. أنا بسرعة تيليغرافيك كما يقولوا في شكل ومضات. أنا نظن لما رانا هذا النقاش وكذا هو بهدف. ها؟ نعم. الإطراء وإطراء وهو من وظائف الإعلام. ما لازمش تاني يعني نغلق عينينا. كاين بعض الحقائق اللي لازم
نبهوا لها من باب يعني الوطنية والحرص على أنه حنا تجربة فتية. أنا نقول بلي هناك مجموعة من المؤشرات اللي تخليني شخصيا متفائل وتخليني شخصيا، وهذا رأي شخصي ونتمنى ما نكونش غلط فيه، أنه الإقبال يوم 4 إن شاء الله ما راح يكون أكثر من الإقبال من الإقبال اللي عرفته انتخابات شرعية في 2012 أفريل 2012. ما هي هذه المؤشرات؟ أولا تصفية القائمة الانتخابية بالنسبة لهيئة الناخبين أشرت لها في البداية، اللي حوالي 725 ألف اسم تم إسقاطه سواء بالنسبة للتسجيل المزدوج أو بالنسبة لبعض الوفيات. 750 ألف مش عملية بأولي أول مرة. نعم. رشيد. الهيئة الدستورية أيضا. نعم. خليني برك، هذه إذن حاجة مؤشر يبين بأن هناك جدية وأننا فعلا مقبلين. حقيقة مازال ما يقال في القائمة الانتخابية وكذا، ولكن هذه بداية. واحد. اثنين، قضية انتخاب الأسلاك المشتركة واللي جات إلى ما نشغلت في تصريح وزير الداخلية والجماعة المحلية. أنا جايك برك نوضح الفكرة أمام مجلس الأمة، لما أنه أسلاك النظامية بما فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي انتخابهم راح يكون برا مش خارج سكنت. هذا شيء أنا نظن بلي مؤشر جد إيجابي، خاصة وأنه هذا كان مطلب من مطالب المعارضة في السابق. باختصار أستاذ لورا وقت البرنامج ذكر إمكانية الأحزاب والقوائم الحرة في التأكد من قائمة هيئة الناخبين، لأنه بعد فترة معينة راح تسلم لهم هيئة الناخبة على مستوى الدوائر الانتخابية. نعم. في شكل، وبالتالي بإمكانها أن تتأكد. وهذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كثيرا ما يسر تحت رقابتها. ما يقدمه أيضا القانون العضوي هذا لما نتفحصه مليح من ضمانات، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة، دور الأحزاب، دور كذا. نعم. مختلفات كذا. نعم. تأكيد على ضرورة عوال الإدارة أن يتسموا بالحياد والعقوبات، كان كثير من عقوبات هنا اللي تم. نعم. الشديد عليها نظن كل هذه العوامل بالنسبة لي هي مؤشر إيجابي. شكرا أستاذ. في أقل من 30 ثانية نعتقد بنجاح الانتخابات يصنعها الشعب، يصنعها المناضلين. نعم. لأن مناضلي الأحزاب ما كانش تجمعهم كامل، ما كانش مليون، الشعب كان 20 مليون ينتخب، إذا الشعب حب يخرج يقدر ينجح الانتخابات. وأنا متفائل على الأقل لسببين. السبب الأول كاين قوائم كثيرة تاع الترشيحات، رغم أنه كاين 4% كاين كثيرة وكثيرة جدا، عنده الاختيار واسع، هذا السبب الأول. السبب الثاني والمهم هو أن الجزائر في وضع صعب. صعب داخليا، صعب على الحدود، تحديات كبيرة. نعم. نعم. ما نش نقول هذا الكلام من أجل تخويف الشعب. نعم. هذه حقيقة. وما يحمي هذا إحساس بالمسؤولية يعني. نعم. لازم يتحمل مسؤولية الشعب، لازم يخرج يبني مؤسسات وما يخليش الغير يتدخل وقال بلي ما عندكمش مؤسسات تمثيلية ولازم كذا. إذا المسؤولية كبيرة على عاتق الشعب. نعم. لازم يكون واعي بها ويخرج يوم 4 ماي باش يصوت، يختار من يشاء يصوت، حتى ولي يصوت بالبيضاء معليش، أخرج أدري بصوتك ما يكون حاضر بصوته. نعم. أعتقد أن الأهم في لحظة الانتخاب هو التصويت، وأن ظن أن الشعب الجزائري سيصوت، أنه قضية نضال والتزام ووطنية لا شك في ذلك. لا شك أنه رد فعل الشعب الجزائري الآن، هناك نوع من الحركية حول العملية، ولكن هذه العملية ليست بهذه الأهمية المهمة. المهم هي لحظة الحسم التي هي التصويت. أظن أنه الشعب الجزائري سواء تفاؤلا أو تخوفا على الجزائر وحبا فيها سيصوت لا شك بقوة. ونظن أن الكلمة الأخيرة للنضال والنضال والنضال، هذه الأشياء. نعم. كلها بالنسبة لظواهر عادية جدا. شكرا لضيوفي الذين حضروا معي في هذه الحلقة المباشرة من نقاش مفتوح. نرجو منكم مشاهدي أن تكونوا قد أثرينا معكم هذا الموضوع حول ضبط القوائم الانتخابية ومدى تفاعل المواطن أي الناخب مع العملية الانتخابية. إلى الملتقى.